أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بمتابعي القناة، وبالنسبة للمشاهدين الجدد لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس للتوصل بكل جديد إن شاء الله تعالى. إذا كما وعدتكم بأن أقوم بمقطع يضم جميع المفاهيم التي يجب ضبطها وحفظها لمادة التربية الإسلامية البكالوريا أحرار. فكما هو معلوم، في كل امتحان لمادة التربية الإسلامية لا بد أن تكون هناك مفاهيم يجب تعريفها، ولهذا يعني يجب حفظ كل المفاهيم حتى تضمن تلك النقط ولا تضيع من بين أيديكم بكل سهولة، لأن المفاهيم ليست كثيرة ويسيرة وسهلة للحفظ. لنتعرف عليها، سنأخذ يعني المفاهيم حسب المداخل، فكل يعني مدخل يتضمن 4 دروس، وكل درس يشمل مفهوما أو مفهومين على الأكثر. المدخل الأول التزكية، هذه المفاهيم التي يجب ضبطها في مدخل التزكية. التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة مع اعتقاد وحدانيته في ذاته وأفعاله وصفاته. الحرية، هي التحرر من القيود التي تكبل طاقات الإنسان وتحد من إنتاجه، سواء كانت قيودا مادية أو معنوية. الإلحاد، وهو إنكار وجود الله تعالى واعتبار الدين وهما صنعه الإنسان وأن الكون وجد صدفة. النظر، هو التأمل في الآيات الكونية الدالة على خالق الخلق ومدبر النظام في هذا الكون. التفكر، هو التأمل في الخلق قصد معرفة الخالق وتقوية الصلة به عز وجل. القرآن الكريم، هو كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام بلسان عربي مبين، المتعبد بتلاوته والمعجز بصوره والمنقول إلينا بالتواتر المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. المدخل الثاني الاقتداء، إكمال الدين، هو إتمام بناء دين الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاقا بحيث لا يقبل الزيادة أو النقصان. حجة الوداع، هي أول وآخر حجة حجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت في السنة العاشرة للهجرة، وسميت بحجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها. المدخل الثالث الاستجابة، الخصائص العامة للشريعة الإسلامية، هي مجموع الصفات التي ينفرد بها دين الإسلام عن غيره من الرسالات السماوية الأخرى. الشريعة الإسلامية، هي مجموع الأحكام التي خصها الله تعالى بالمكلفين من عباده. الربانية، هي انتساب أحكام الشريعة الإسلامية إلى الرب عز وجل. الشمول، إحاطة الشريعة الإسلامية بكل مجالات الحياة الدينية والدنيوية. العالمية، هي عموم الرسالة الإسلامية لجميع الناس رغم اختلاف ألوانهم وأجناسهم ولغاتهم وأعراقهم. اليسر، هو سهولة القيام بالأحكام الشرعية دون عسر وصعوبة. رفع الحرج، هو إلغاء التكليف الشاق أو تبديله بما هو أخف. مقاصد الشريعة، هي مجموع الغايات والحكم التي جعلها الشارع في جميع أحكامه لتحقيق عبودية الله تعالى وحفظ مصالح عباده. الضروريات، هي المصالح التي بدونها لا تستقيم حياة الناس الدينية والدنيوية، وهي 5: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ العرض، وحفظ المال. الحاجيات، هي المصالح التي يحتاج إليها الناس للتيسير عليهم ورفع الحرج عنهم كالرخص في العبادات. التحسينيات، هي مصالح تحسينية تستدعيها المروءة ومكارم الأخلاق كآداب الطعام والشراب. الاجتهاد، هو بذل الجهد لاستنباط حكم شرعي. التجديد، هو إسقاط الأحكام الشرعية المجتهد فيها على القضايا المستجدة. النص الشرعي، هو مجموع ألفاظ القرآن الكريم والسنة النبوية وما تحمله من معاني وأحكام ومقاصد. المدخل الرابع القسط، الاعتزاز بالإسلام، هو الافتخار بالإسلام والتباهي به.
التوسط والاعتدال هو اعتماد منهج وسط بين الإفراط والتفريط. خطبة حجة الوداع هي خطبة بليغة ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في السنة العاشرة من الهجرة. البيئة هي المحيط الذي يعيش فيه الإنسان بما يضم من ظواهر طبيعية وبشرية. الجمال يطلق الجمال في الإسلام على حسن الخلقة ونبل الخلق وكرم الفعل. المدخل الخامس والأخير الحكمة. الحرية هي القدرة على الاختيار واتخاذ القرار بعيدا عن كل ضغط وإكراه. الرحمة رقة في القلب تحمل صاحبها على العطف على الخلق. الرفق الأخذ بالأسهل والألين في معاملة الخلق. الحضارة هي التراث الذي يحياه الإنسان ويخلفه في زمن معين كالعادات والتقاليد. الإنسانية هي الخصائص التي يتصف بها الفرد أو الجماعة في إطار من الوعي الاجتماعي. الحضارة الإنسانية هي مجموع الإنجازات العلمية والفكرية والثقافية والفنية وغيرها التي حققتها الإنسانية على مر العصور. عباد الرحمن هم عباد الله الصالحين الذين يتصفون بطهارة القلب والصدق في القول والعمل. وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقطع، والسلام عليكم ورحمة الله.